اليوم هو آخر يوم من معاناة المواطنين مستخدمي هذا الطريق بعد 4 سنوات من المعاناة المضنية. جسر قرير الرابط بين محافظتي شبوة وحضرموت الذي تعرض للتدمير أثناء اجتياح ميليشيا الحوثي للمحافظة مطلع 2015 يعود اليوم للعمل بعد إعادة إعماره. قمنا بتدشين وافتتاح جسر قرير، تعطل منذ أكثر من 3 سنوات أو 4 سنوات. اليوم من فضل الله تعالى تم إعادة افتتاحه بعد أن كان يمثل حقبة أو عائق أمام المارين بين محافظتي شبوة وحضرموت. ويأتي هذا المشروع بتمويل من المنحة الرئاسية المقدمة للمشاريع الطارئة بشبوة، والتي خصصت السلطة المحلية بالمحافظة هذا الجسر من ضمن مشاريعها العاجلة نظرا لحيويته وكثرة مرتديه من المواطنين. بهذه الطريقة تكون قد انتهت معاناة الناس في هذا المنطقة، وتم هذا بدعم وتمويل مركزي بتوجيهات فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي للمعونات أو للمشاريع العاجلة في شبوة، وجعلنا هذا الجسر من ضمن المشاريع العاجلة الذي وجب تنفيذها. وعبر المواطنون عن جزيل شكرهم للمحافظ محمد صالح بن عديو الذي كان بالنسبة لهم كما يقولون كالمهدي المنتظر. حسن البركلي، قناة سهيل، من محافظة شبوة.